معلش انت راجل جليتشاوي، استنوا كده ما تشوف في لعبة جت، عشان لو في لعبة جت نطور الواد ابن اللذينة اللي احنا بنطوره ده، عشان الفيديو هينتهي بمجرد ما نبيع امبابي. تمام، تلاتة ماشي ينفعوا، تلاتة ينفع. معانا تلاتة، معانا ان احنا نطور مش الاجمالي بقى، عادي التعيين، عايزين المركز اللي هي دي نطور بقى، ترقية تصنيف، خد 1 2 3 4 5، نزيد الأحمريكا، بعد كده نديله 10 عشان خاطر يبقى أصفر، وقتها كده الفيديو هينتهي، يعني وقتها الفيديو هينتهي. على فكرة يا جدعان أنا جبت زيت والله بجد، والله الدنيا حر فشخ في الأوضة بتاعتي. يلا نلعب تاني ونشوف، هل هنخش ضد عمر ولا هنخش ضد هاك ولا هنخش ضد مين، يعني فاهم؟ لعبة كلها أوساخ. تمام، وإحنا لازم نربي الأوساخ دي. خلصانة. قلان قلان اوفر 105 في الهجوم، ده تقريبا مع الظاهره مع ازيبيو مع حد جاي، ومبدئيا هو مع مالديني اللي هيفشخ، يعني خلصانه. المباراه دي خساره يا رجاله، المباراه دي خساره يا رجاله. الظاهره ورافائيل لياو صفر وحاجه كده رعبيكه خالص، وخلد يا عم يا عم، صلى على النبي صلى على النبي، روح اتجوز بالفلوس دي يا اسطى، روح اتجوز، روح اتجوز والله، روح اتجوز يا اسطى بالفلوس دي، الفلوس دي كتير قوي، روح اتجوز. لو انت متجوز روح شوف لك حد تبرع له بالفلوس دي، حرام حرام تتصرف على اللعبة، كل الفلوس دي حرام تتصرف على اللعبة يا اسطى، انت مش داخل حرب. في الاخر ازعل لك رافائيل لياو اهو، يخرب بيتك يا الملط. مالديني بيقول انا موجود يا عبط يا بلان يا جدعان. بلان مان اوف ذا ماتش النهارده، مان اوف ذا فيديو، مان اوف ذا فيديو. عايزين نبقى نعمل كده بما ان احنا قناة جيم بلاي بجد والله. وعلى فكره يا جدعان والله اي حد بيكتب كومنت سلبي بجد ببلكم، انتوا عارفين ان انا دماغي كده، حتى مع اصحاب الولاد والبنات والله، يعني فاهم اللي هو ايه، اي حد بيقول لي كلمه ما تعجبنيش او اي حد بيضايقني بشكل عام انا ببلكه، انا ما بخليش اي حد في حياتي يضايقني، فاهم؟ كده كده الواحد متضايق لوحده في حياته، فمش طالب. شفت وانا بلبس توريه وبلبس بص 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 مالديني وانا بلبسه، يخرب بيتك يا الرمريس، يخرب بيتك، هدف يحتسب للرمريس عشان رمريس شديد في الطرش كده، في الطرش في الطرش كده، فاهم؟ ولا يهمنا تلاتات رانكات، ولا يهمنا الظاهرة، ولا يهمنا ما لا يصنع الرجال، ما لا يصنع الرجال اخويا، ما لا يصنع الرجال. بص بص الراميريز، الراميريز بص يأسست عشان خاطر هو عارف رجله ان هو مش هيجيبها، يروح يديها لصلاح وصلاح يجيبها في الجمال. عملت اللايك، عملت اللف، عملت المتابعة، عملت اي حاجة ولا ما عملتش؟ تتفرج كده وخلاص، ماشي اتفرج، اتفرج كده وخلاص ماشي. انا هيجي لي فترة وهبطل، خلصان ماشي يا عم، تديني ديسلايك ماشي ماشي. ده تقييمك للعبي، تقييمك للاهداف اللي... ايه يا جدع، ايه يا جدع، مالك؟ المال لا يصنع الرجال يا اسطى، المال لا يصنع الرجال، المال لا يصنع الرجال، مش معنى ان انت معاك مال انك انت جامد. يلا 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 ابلع. خلاص انا بص الدراع اللي انا بلعب بيه ببجي باربع زراير، بصوا باربع زراير، دخلت فايت امبارح لقيته بيعمل لي كده والله، يعني لقيته بيعمل لي كده، فاهم اللي هو دخل الفايت عايز ادوس لقيته عمال يعمل لي حركات غريبه، حركات غريبه والله. اقول له ليه كده دراع، طلع الدراع ده بايظ، محدش يجيبه، يعني محدش يجيب الدراع ده، يعني دينا القناه كمان اتحولت قناه ريفيوز، عشان تعرفوا ان هادي اسامه يعني واحد بس. خلصانه، هي قناه هادي البابا. خستر نستر. طب ليه كده؟ ماشي عبيط عبيط، ان لا يصنع الرجال، معاك الظاهره، معاك رافائيل لياو، معاك لعيبه، انا معاك مالديني 30 رانك، ما لا يصنع الرجال يا حبيب اخوك، ما لا يصنع الرجال يا حبيب، ما تروحش تشتري تشكيله وانت مش عارف تلعب بالرانك بتاعها. تمام، الرانك بتاعها يبلعها، فاهم؟ يخلي التشكيله كده شكلها وحش. فمعاك كارلوس، بص بص هعمل بيك براشفورد، بص بص اتفرج فرق، خلاص اتفرجش اصلا. بس الشوط الاولاني ينتهي ب2-0 للشخص اللي عمل لنا ديسلايك، الشخص اللي معاه مال يكفي جميع الناس، ولكن المال لا يصنع الرجال، المال لا يصنع الرجال. العب العب وهكسب، العب وهكسب. ايه يا اسطى يا حارس، يلعب وهكسب. يلا يلا بينا
يلا بينا ان شاء الله، ان شاء الله هيبندوا كل الهكات على اف سي 25 ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله اي حد معاه اكونت ما يخشش بيه باذن الله. بص 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 دي، اوعى وابلع والبابا، حد شفتوا الجمدان؟ عملت الفولو؟ عملت المتابعه ولا منفض؟ مش انا بقدم لك جمدان ومتعه؟ بص اتفرج اتفرج، بص 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 بص، خلصت خلصت فاهم، شخبط على الكلام، شخبط على الكلام، شخبط على الكلام، خلاص شخبط على الكلام، ما لا يصنع الرجال يا اسطى. خلاص انا مش عارف ازاي هنودع امبابي بجد، يعني المفروض ان النهارده ده فيديو توديع. ايه ده؟ خلاص يا اسطى، المال يصنع الرجال يا اسطى، بالراحه. تسخنت ليه كده يا عم الان؟ اخواتي لقد اخطانا في الان، اخونا اخونا لديه المال، والمال يصنع الرجال والسيدات والنساء، فعلى الهادي علينا، فعلى الهادي علينا، على الهادي. بص انا بصور في الحر والدنيا خرا بجد. يلا بسم الله، هنحاول طبعا ايه نهدي رتم اللعب عشان خاطر هو دلوقتي سخن الان، واحتمال يكون دفع فلوس للحكم، بس ايه فعايزين. طب ايه ايه ده يا صلاح؟ ازاي سبت الكورة كده يا صلاح؟ يا اخويا مالك، اخويا يا اخويا، انت فاكرها حلوة نفس الوانك، وانا عشان سكتت لك بهدف ياك انت، عشان فاكر معاك تشكيلك اهي. ماشي، وندر سار كده كده كان هيصدها، عشان كده كده كان واقف في الحتة دي. خلصانة، ينزل راؤول على طول، تغلط يا ظاهرة وما تجيبش هدف، ينزل راؤول على طول. ماشي مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، يعني مرتد علينا. طب ايه؟ طيب يلا بينا، بص نطلع بتشيك، نطلع بتشيك، نهدف بتشيك. يا ولد يا تشيك، بص 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 بص، المهارة دي بتاعت كوندي في الجمدانيات منه والله. الله 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 الله. ماشي خلصانة، بعد كل ده ماشي. لقد فزنا، المال لا يصنع الرجال. اصل دي نفسيات يا صاحبي، انت معاك تشكيله حلوه واحنا مش عارفين نطولها، فدي نفسيات، دي نفسيات جوه الواحد. اصله متضايق انه معهوش تشكيله زي دي. بيني وبينك اخويا، ربنا يبارك لك فيه، تشكيله حلوه، احلى 9000 كؤوس. تسلم 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 يا اخو، احلى 9000 كؤوس. طيب طيب تشكر على الكؤوس. يلا في لعيبه جات لنا، جات لنا 5. اذا الفيديو قرب على الانتهاء، الفيديو قرب على الانتهاء يا جدعان، يعني احنا جالنا 5 لعيبه لسه لسه لسه، احنا لازم يجي لنا كل اللعيبه عشان خاطر نعرف نطورهم لاصفر ونلعب بيه ونظبط الدنيا. لا هو الحر، استنوا لا مؤاخذه مع شويه الفيديو ده يا جدعان، معلش معلش. اخواتي يعني اخواتي مش غربا، يعني اخواتي مش غربا. يا لهوي، ماشي اوفر 101 و198 ده هاك، ده او يا هاك، يا اما هنبلع معاه سكريبت محترم، سكريبت هيفشخنا. تشكيلة 4 4 2 دي يا جدعان حلوة قوي بصراحة، انا بحبها. والواد اللي ضدنا 4 4 2 برضه ومعاه تشكيلة كده ضعيفة نوعا نوعا ما، بس لعيبة قوية فشخ، لعيبة هكرات، فالواد ده احتمال كبير يعني يفوز. يلا يلا ماشي 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 ماشي، ياض حلوة، ياض ياض حلوة، ياض ياض، يا لهوة على البلوكات الخرا. واقف زي العرس، واقف زي العرس بنعم. طبيعي واحد زي ده هيستغل انفرادة زي دي وهيجيبها، يعني بلان واقف زي العرس. استغفر الله العظيم يا رب، ما انا لاعب حلو ولاعب حلو يا بلان. عاش، خش ام، خد ام الكرة من ام العويران. ايوه انا عايزكم تلعبوا تلعبوا في بعض كده بالظبط. ياض يا رامريس عديت، يخرب بيت جمدانك، يخرب بيت جمدانك، يلا يا رامريس
عاش عاش. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. الصلاة ما احتفلش، فاحنا مش عايزين نحتفل. بعد ما احتمل ما الاحتفال عدى كله الا الربع، قلنا مش عايزين نحتفل. يلا عاش يا رامريوس، يا رامريوس في الطرش منه. طب ايه، طيب يا رشفر يا صاحبي، ده عدى برضه، ما تقوليش ضربة جزاء. فو على أمك حكم ابن وسخة. هنا بقى، هنا 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 هنا، نط نط هنا. ما أنا ناطط هنا. أنا مال أمي، أنا مال أمي تشنجل ولا ما تشنجلش. يلا طير طير يا مبابي، طير يا مبابي، طير يا مبابي. ماتيوس لعيبة وسخة، لعيبة وسخة، بترجع علينا بمرتدات وسخة. هيلتو هيلبت وسخة. بس يا حبيب اخوك هات الكورة كده. طب ايه، طب يعني هي حالفة بالله، سكريبت سكريبت. يلا يلا طير يا مبابي. هتسيبونا هكمل ام الهجمه؟ الواحد بيتصدم كده ان المباراه انتهت بشكل غريب ومريب. بس الواد ده هيفشخنا، الواد ده هيفوز، الواد ده هيفوز، الواد ده هيفوز. هذه هي فيفا يا رجاله، هذه هي فيفا. طب ايه، طيب يعني انا ضد الواد المال لا يصنع الرجال، تجيبولي راجل بجد. ماشي، سبحان الله بتدخل اهداف المفروض مصدوده، يعني تشيك ده واقف في الحته اللي هي المفروض تتصد فيها الكوره، دخلت خلصان خلصانه. الكوره كمان بتضيع بالشكل ده. تمام، ايه ده بيعدي كده ازاي يا صاحبي، ايه يا صاحبي، يا صاحبي بالامانه يا صاحبي، تلاقي سد خانه، الدفاع كله طلع سد خانه. فكره ممكن نعود، بس نعود في المشمش. يلا يا هادي متستسلمش، متستسلمش حتى لو مش هتقعد. قدم مباراة حلوة، قدم مباراة حلوة، قدم مباراة يفتكرها التاريخ. يخرب بيت أمك، تفضلوا تبعبصوا لبعض كده يا أولاد الوسخة، استغفر الله العظيم. يلا ماشي يا صاحبي بالأمانة، طلعت تسد خان. ملحقتش يا جدع، ملحقتش ملحقتش. عاش يا صاحبي عاش والله. يعني تشكيلته حلوة إلى حد ما، تشكيلة الواد حلوة فشخ، وعارف يلعب باسمه ده بفان بيرسي، فيعني يستحق الفوز بصراحة. يعني بل بالعكس حسيت المباراة معاه صعبة، فعاش يعني، عاش يا صديقي، عاش يا صديقي. يلا يا جدعان، طب الواد الواد بيركب اللعبة بتاعتي يا حكم يا شرموط، وانت مديله ضربة جزاء يا عم، يا عم احا يا عم يا عم احا، مش عارف امسحها يا عم، يا عم احا مش عارف امسحها. مين هي اللي مش عارف امسحها؟ اللعبه يا عم. جود جيم، جود جيم يا عم. نخسر مباراه ونفوز مباراه، نخسر مباراه ونفوز مباراه، ونتعادل مباراه، نتعادل مباراه. يعني بص هي ماشيه كده، تعادل خساره فوز، تعادل خساره فوز. بنشكل شكل 12000 طبعا، لازم ياخد 12000 طبعا طبعا، لازم ياخد 12000 طبعا يا ابني. يا ايه، طب ما جاتش ازاي يعني؟ طب هو غلي؟ احنا اخر اربعة، احنا اخر اربعة ان شاء الله يجوا عشان نكلوز هذا الفيديو. بنجيب لعيبة في ساعة، نشتري لعيبة في ساعة فيفا، بنشتري لها لعيبة في ساعة خلصان. ولسه هبيعه، ولسه هبيعه. اه يا اللي مباع، هتوحشني يا اللي مباع والله هتوحشني. لسه الساعة 3، ربنا يستر. دولة داخلين ضد دولة، 1,234,000. ماشي يا اخويا الدولة، يا رب ما تكون معاك يا اخي،
يا رب ما يكونش هاك يا رب. لعبة كل العيال كلها هاكات، ربنا يستر. اخ ده هو هاك بس في التشكيلة، يعني هو هاك بس بنوع تاني، بس معاه ظهرين، الظهرين مش مترنكين، فده الموضوع ده مرعب. يعني انت معاك ظهرين يا صاحبي مش مترنكين ليه كده؟ ما انا ممكن اخش من الاطراف افشخ، بس حرفيا خط النص بتاعك فاجر، والهجوم بتاعك فاجر، والدفاع بتاعك فاجر. ايه يا صاحبي، يا صاحبي بالأمانة طلعت سد. ماشي، حاسس الواد بيدافع بشكل حلو بصراحة، نشر وكذلك. يا جدعان الكرة كانت معايا والله العظيم، أقسم بالله بقت مع فان دايك بشكل ظلم، أقسم بالله. يعني أنا مش عارف إزاي الكرة رجعت لفان دايك بجد، ده جرافيكس مثلا أو حاجة من اللعب. وبجد جاب الهدف ده بطريقة غريبة جدا والله العظيم، اقسم بالله. يعني انا مش عارف الدفاع بتاعي مرة واحدة كده برضو وقف، فاهمين؟ فانا حاسس ان انا هبتدي بقى اخسر خسارات كتيرة بصراحة. يعني لا، الكرة كانت مش عارف مع صلاح بشكل كده، و ايه القرف ده، ايه القرف ده. يا ابني انت واقف تتفرج. خش خد الكورة يلا. عرفت، بص شايفين، خدت بالكم؟ ساب له الكورة يا جدعان، ساب له الكورة يا جدعان، ساب له الكورة، ساب له الكورة، والله العظيم ما غيرت. يخرب بيت القرف، لما بيجي فيه هدف ظلم بقرف فشخ يا جدعان. ده اي هدف بيجي يا جدعان، اي شوطه بتيجي يا عم، عاش يا عم، قاعد في سيرتي وقت يا عم، عادي ازاي؟ طيب يعني عايز افهم. بص كرويف منين جت، مين يودي على فين، ولا مين يجيب منين، ولا ازاي الكره دي تدخل اصلا؟ لعبه بشعه. مضمت بصراحه، بضمت قوي والله، اتقفلت، كنت مبسوط اتقفلت. ايه القرف ده يا عم، غور بقى. وات هدفين ملهمش يعني، فاهم؟ هدفين ما يخشوش في قواميس اللعب. نعمل دي كده عشان العيال عملت تستفزنا قوي، بتاع دي بتضايقني اوي والله، المشانات دي بتضايقني فشخ. ده هو اصلا هاك يا جدعان، يعني هو هاك ولعيب ومعاه تشكيلة. ايه يا رجالة، ايه يا رجالة الخصة اللي انتوا عايشين فيه ده؟ الواد مشغل هاك ولعيب ومعاه تشكيلة، يعني كومبو غريب بالنسبة لي بصراحة، يعني فاهم؟ يعني الواد هاك، بص انتهت المباراة. طب انتهت بقى يا حبيب اخوك، مباراتك انتهت مع دولا، الواد دولا اتبضن، راح قال لي خلاص بس كفايه. يعني انت كده كده كنت هتفوز يا دولا. خساره فعلا، خسرنا دول، بس تعالوا نبلغ عليه. الواد لعيب، يعني هو لعيب ومعاه تشكيله وهاك. والله صعبة، صعبان عليا التشكيله دي، بس يعني انا مبسوط ان هي ابدع منك بصراحه. يعني لازم نبلغ كده ونكتب غش. الواد داخل بهاك، بص كله فوز 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 فوز. حتى لما دخل ضد هاك تاني راح فازوا. بصوا في واد اسمه اوفر 93، شايفين؟ فازوا 6-2، غير عليه النتيجة. هو ده هاك زيه برضه، الاتنين طلعوا هاك وبيتهاكوا. ولا ده مش هاك واحنا ظالمينه؟ ممكن نكون مش ظالمينه، ممكن يكون باع تشكيلته وشاري لعيبه. انا لما شفت لعيبته صفرة كده عرفت، ممكن يكون ده مش هيك، بس من نوعية العيال اللي بتخش تبلعك سكريبت كده، فاهم؟ بس هو لعيب برضه يعني، فاهم؟ يا لهوي يا ابن اللذينة، هو داخل لما عرف مني راح اللي بقول لك ايه، شد انت بقى، انا كده كده هاك، يعني انا هاك ولعيب، فاهم؟ ده ممكن تلاقيه فاهم يئس من اللعبه ويئس من الهاكات، وقال لك كده كده اللعبه ما بتبنتش هاكات، فانا هنزل بهاك. قابلت هاك هفتف هايو، لعبت هلعب، فاهم؟ لعبت مباراة ولقيت نفسي فايز، يعني زي هادي كده، فاهم؟ بالنسبة لي فزت، فخلاص انا هطلع. فهمت، ثانية واحدة،
ثانية واحدة، أنا ظالم نفسي يا جدعان والله العظيم. العيال دي معاها هاك بيفريز الحارس، بيفريز الحارس اللي هو زي ما انتوا بتبعتوا لي في على انستجرام. وانا اقول يا نهار اسود. عشان كده بيشوط باسمه ده بكرويف من اي حته بتدخل، فهمت؟ ده هو هاك ابن مره اساسا، عيل ضعيف جلايل مخلي الحارس بتاعه ما يصدش اي حاجه واللعبه بتاعتي تبقى بضينه. عشان كده وانا قاعد بحلف لكم بالله ان فان دايك خد منه الكره بشكل مريب، اقسم بالله، وان اساسا الهدفين جم بشكل اغرب من الغريب، اللي هو بس ادى للواد برجله بدماغه راحت دخلت، فاهمين؟ فانا كنت ظالم نفسي وعمال اقول على الواد لعيب عشان جه فيها، والله العظيم ما يستاهل اي حاجه وعيل خرا. يلا يا رب التشكيله بتاعتك اللي فيها تلاتينات رانك دي تضيع يا رب، ولا هاك ولا اي نيله والله العظيم. طلع هاك وعيل مقرف، طلع هاك وعيل مقرف ومفرايز عشان كده كان بيحاول يرفع باي شكل وعشان يشوط على الجون وخلاص، حتى لما شات بكرويف دخلت، شات بسمو ده دخلت. فهمت دلوقتي بي فيها كات اللي هو للحراس نفسها، تفريز الحارس، تفريز الحارس يعني تخلي الحارس ما تحركش، من مكانه، ما صدش كوره فعلا، كور ما تدخلش دي راحت دخلت بجد، يعني كوره كوريف دي اقسم بالله ما تدخل، دخلت يا جدعان. بامانه اللعبه بايظه بجد. يا لهوي، ما قلت خالد انا ما يتصل بيا مش يا اسطى، مش وقته خالص، مش وقته. هجيب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ اعمل اها حلو كده يا صاحبي، بالامانه طلعت سد خانه، وقفت يا ما جنبك انت مصمم على الندالة. كنت بلعب وكنت هجيب هدف، الصاحب رن عليا. تسلم. بصوا تشيك دلوقتي بيصد، انا كنت ظالم، تشيك وظالم نفسي، يعني انا قلت الواد العب مني ومش عارف عشان جاب فيها هدفين، اتاري هو الدنيا خربانه، مبوظ الهجوم عندي ومبوظ الدفاع ومبوظ الحراس وعمال يفوز ابن المره. يا رب باذن الله، باذن يعني ده تلاقيه مفعل كل الهكات باذن الله. الواد بتاع الماتش اللي فات ده انا مش مسامحه، يا رب التشكيله بتاعته كلها تتدمر، واتمنى في يوم من الايام يكون عربي ويخش يكلمني يقول لي تشكيلتي اتدمرت. فينك ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت خسرتني يا اسطى المباراه. الواد امين ده انا لعبت ضده بتاع حوالي 3 4 مرات النهارده، انا شفت الاسم ده كتير. ايه يا اسطى؟ نعملها هجوم، يلا انا كويس ان احنا نطلع بقى. خلاص بقى، ده انت عيل مقرف. خلاص بقى، يا عم خالد اخويا، عمال يرن، ده انا زهقت. ماشي يا صديقي، خالد اخويا خسر، بس هات الكورة دي يا ابن الدين اهو. لقد فاتتك مكالمة، يعني هيفوتني كل حاجة في الدنيا. يا لا ولد، يا تشيك والله حلوة الباصة، والله كنا هنلبس لبسة محترمة، كان زماني بشتي من تشيك دلوقتي. يلا طير، على الجنب. لا والله العظيم يحفو على امك حكم يا اخي، ما انا كنت مكمل. اوف، حلوه حلوه حلوه، السع السع السع، حلوه حلوه، اصل حرام يا اخي، حرام حرام حرام. ماشي، خدناها سكرين. ايوه خدناها سكرين وهو طاير، بس حلوه كده وهو طاير بصراحه. ليه مصر انك تخسرني وانا زعلتك؟ ايه يا اسطى هتجلتش؟ ايه يا اسطى، ايه الدنيا مالها كده؟ ايه ده، اللعبة هنجت اوي يا جدعان. يا رب اللعبة بتهنج ليه كده؟ اللعبة بتهنج. يلا يلا، معلش يا جدعان صديقي خلوق فبعت لي يلا احا او يلا احا، معرفش يعني، فما يوم اقرب يلا احا او يلا احا، معرفش سيوم اقرب. بس احنا يعني الفيديو ده معمول تحدي ان احنا هنبيع امبابي، يعني احنا بنودع امبابي مع بعض وبنلعب بيه. احنا وصلنا 51 دقيقة. طب كويس ماشي، انا مش هديها لده، هديها لده. ديش ميتين ابوك والميتين ابو ام الاستلامات الخرا المقرفه.
ضحكة كريستيانو، احنا بنضحك دلوقتي ضحكة كريستيانو، خلاص عملت اللي عليا وبرضه خسرت، فاهم؟ رفعة مريبة غريبة، نيمار طار بشكل مريب على الجنب، دخل هدف، تمام، كوندي في نص الملعب معرفش يقطع الكورة، خلاص فاهم، ضحكة كريستيانو فشخ. خلاص خلاص خلاص، هي فيها ولا ايه؟ يا جدعان يا جدعان، اه كان فيها والله، كان فيها، كان ماشي. تعبان تعبان من الاهداف اللي بتحصل في الاخيره دي، فاهم؟ الواد رفعها رفعه نيمار حلوه فشخ بصراحه، وخد ال 11000. آه نزلنا من بطل فيفا 2 يعني، احنا اتفشخنا. اتمنى بس تكون الاربع لعيبه جم اتنين بس، فاضل لنا لاعب واحد فقط يعني، فاضل لنا لعيب واحد بس يجي، فيعني ده بضون في حد ذاته، بس يلا هنكمل. فاضل لنا لاعب واحد بس يجي المفروض، يلا ربنا يستر ربنا يستر. دو كنا 1,175,000 جم، 3 الفار، واحد هاك، والاتنين فشخونا، خلاص نزلنا. يلا انا كده كده مش شاري لي كوس الظاهرة، صلاح، رافائيل لياو، فالفيردي، زيدان، رودري، ماشي. انا موبايلي 18%، احا هلعب ازاي والله العظيم، قسما بالله. باصل يا اخي، باصل اللي جنبي يا اخي، يا اخي باصل اللي جنبي، ما خلاص بقى كفايه خرا بقى. وقعته، لازم الواد ياخد، اخد طرد انا وهو، اخد ضربه جزاء من هنا. هتبص رحت اللي جابها، انا قلت هتبص لها اجابه، ربنا يستر. طير يلا طير يلا، بلا كانجي بلا زفت، مش حدش هيجيبك، محدش هيجيبك اهي. هو على امك دي تتصد، طب ما هما بيرفعوا الناس من اخر الدنيا وبيجيبوها يا جدعان، اشمعنى انا بجد والله، واللعبة بتمشي كده مقرفة. حرام خش يا مبابي يا اخي، ده انت ابن وسخة، لعبة حلوة اوي بصراحة، والظاهرة اللي معايا ساعده، وهو لعبة حلوة اوي بصراحة، يستحقها، حلوة اوي. شمعني شماعة بنت كلب، شمعني شماعة بنت كلب، احنا خسرنا كله، نزلنا من بطل فيفا كده. طبعا مش قصدي المهارة دي، بس ماشي يا عم ماشي. اهدى شوية على كورتك، اهدى شوية على كورتك يا عم هادي، طب ايه طيب؟ طب انا نفسي افهم حاجة في التشكيلة دي بجد يعني، انا دلوقتي كنت عند الجون، ليه الواد لما قطع منه الكورة بقى هو عند الجون؟ يعني دي حاجة نفسي افهمها، بس لو مش هيدا اي سبورت. يلا ظاهرة بقى، يلا ظاهرة بقى، صاروخ الارتو بتاعتك كده اللذيذة الحلوة منه في الترشميات، يلا عاش عاش، يلا عاش يا ظاهرة. ماشي، احنا قربنا على الساعة تسجيل النهاردة، قربنا على الساعة تسجيل. انا بدل، مش هبدل مش هبدل، هو يبقى زي ما هو كده، مش هبدل. اه تمام، كله تمام، يا رب يكون التسجيل كويس وكل حاجة تمام، ما تكونش الصوت باظ ولا حاجة. يلا يلا
طب ايه عاش يا رمريز، بحبك. يلا يلا صراحة. بخاف أوي انا لما ببقى عند الجون والله، برجع كده رجعات فاهم. لعبة حلوة أوي، الواد بيلعب حلو أوي، واد جامد. عاش يا ريس والله، جامد يا اسطى بصراحة الواد ده. انا وانا خسران منه مبسوط بصراحة، واد بيلعب حلو أوي يا جدعان. والله العظيم كنت شايف وولكر واخد جنب كده وراجع لورا، مكنتش عايز اروح له تقريبا. التعب اسمه ده خرا. اكيد الواد ده رانك بتاعه عالي اكيد. خلاص انا طلعت الدفاع بتاعي كله، خلاص خلاص خلاص. عاش يا صديقي، تستحق الفوز للأمانة يعني، تستحق تستحق. عاش عاش، يستحق الفوز للأمانة. وجامد وتشكيلته حلوة، بس يا رب يكون عالي، ياخد مننا رانك قليل عشان احنا اتفشخنا في الرانك كتير اوي يعني. ما اطلعش ايه واخد 12 يعني، على ما اظن الواد ده رانكه عالي صح؟ لا خد مننا 10، يبقى هو رانكه زينا بالظبط، بس احنا نزلنا ايه. طب مش هتجيبولي لقد هبط؟ جه اخر لاعب، فالحمد لله. الى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، عشان احنا كده هنبيع مبابي. فيلا بينا كده نبيع مبابي، يلا كده نبيع مبابي. كان فين بس التصنيف دي؟ يلا هنحط له ال10. يلا بس اديك بقيت 10 رانك يا معلم، بقيت اصفريقة حلويكة. ننقل رانكيكا بقى، ننقل رانك اللي انباع. هنبيع اللي انباع. فين اللي انباع؟ مش الإجمالي، الوقت المضاف. فين اللاعب الأصفر؟ فين اللاعب الأصفر الجديد اللي احنا جايبينه؟ متعرفوناش بقى هو فين. مش المفروض يكون ظاهر كده في الأول؟ أيوة أول واحد 1600، وأنا معاك، أنا معايا 50. أوح، تعال نروح نشتري. كويس إن أنا معايا فلوس والله، تفتكر معيش فلوس كانت الدنيا تخرب. ايوه دي كنت على الحاجة دي مهمة، دي مهمة عشان ناخد واحدة مسكرانة. فين يابا كنا بنعمل، بنجيب منين مقايضات؟ العناصر 1500، يبقى عايزين حاجات كتير. نادي 500، نادي 500، ادي كمان 500، ادي كمان 500 يا عم. يلا ان شاء الله مع حد حوش. تمام يابا، تمام يابا، يلا بينا ننقل. نقل التدريب، وقت المضاف، ايوه هو اول واحد. يلا يابا هنودع امبابي يا جدعان، انا مش مصدق، انا مش مصدق ان احنا هنودع امبابي. طبعا ننزل راؤول مكانه، توحشني الانباع، توحشني الانباع والله. اطلع يا الانباع، هنبيع امبابي باعلى سعر ان شاء الله. يلا نبيع امبابي. آه يا مبابي، آه يا مبابي، لأ أنا مش هبيعه بالأرقام دي، أنا هبيعه ب 360 برضه. معلش مش هبيعه بالأرقام دي أنا، بس نبيعه ب 360، 360 أو 354 مثلا، ممكن نخليه 353.
يلا سلاموز يا رجالة، توحشوني يا رجالة، والله انا تعبت قوي. شكرا، الفيديو الجاي بقى نطور رؤول ونلعب بيه. سلاموز.